استاذ سعيد، ازي حضرتك يا فندم؟ استاذ سعيد. الو، يا استاذ سعيد، اهلا بيك يا كابتن اسلام. اهلا وسهلا يا فندم، اهلا بحضرتك. واولا سعداء جدا بوجودك معانا، وانا الحقيقه اتبسطت جدا من المقال اللي حضرتك كاتبه. انا لسه قاري نصه بس، معلش تعرف المقال طويل، فقريت النص الاخير من هذا المقال، ولكن انا وقفت قبل المقال الحقيقه عند نقطه مهمه جدا. حضرتك اتكلمت على النقد البناء مش لحسين بس، انت حضرتك كنت بتتكلم على حسين لانه موقع الكابتن بقاله فترة يعني ماسك حسين شوية. فحضرتك اتكلمت تحديدا ان هل حسين ممكن يتعلم من الكابتن خطيب، وقلت بعض المواضيع في هذا الأمر. وبالتالي أنا مع حضرتك في أشياء كثيرة جدا وفي النقد البناء، ومن حق حضرتك طبعا ومن حق أي حد ان هو ينقد اللاعبين، ولكن معلش هات لي العنوان تاني يا سمير لو سمحت. هل حضرتك شايف ان هذا العنوان يليق بنقد بناء؟ بمعنى ان تمام، كرة الشوارع تليق بك. هل تمام حضرتك شايف ان العنوان ده طبيعي ويعني ينفع يتقال على مش حسين، على اي لعيب كرة؟ تمام. طيب فضل. خليني في البداية كابتن يعني ناخد الموضوع واحدة واحدة. اتفضل يا فندم. يمكن انا سمعت امبارح الزميل العزيز الاستاذ امير هشام، وهو برضه نعم بيتناول الموضوع وانتقده، ويعني وربما اتهمني او اتهم الموقع نعم ممارسه الكراهيه اوكي والحقد على حسين. وطبعا هو متفق وربما متفق مع حضرتك شويه في ان الموضوع او العنوان في بعض الحده او في حديه في النقد. هاتوا لنا امير يا جماعه لو سمحتم مع الاستاذ سعيد على الهواء لو سمحتم. لكن خليني اقول يا كابتن انه يتماشى مع الحاله ومناسب جدا للوقت، لان نقد حسين الشحات او كابتن حسين الشحات اللي له مني كل احترام طبعا، عندي كتابات كتيره جدا جدا توقعت فيها في تحليل التفاصيل معينه انه مشروع محمد بركات جديد، وكتبت ده نصا طبعا، وكنت جدا مؤمن جدا بان حسين الشحات نواه لمشروع مهم للاهلي ولمنتخب مصر. نعم. لكن مع تقديم ومستويات متراجعه والنقد مر بمراحل مختلفه، كانت هاديه في بعض الفترات ثم ارتفعت شويه، فمع التراكمات الكتير والتراجع المستمر لحسين الشحات واصراره على بعض انه ما يتعلمش من الاخطاء نفسها، هي يا اخي يا كابتن اسلام بشكل فني انت راجل بتاع فنيات قوي. نعم. لما الاقي حسين الشحات بيمارس نفس التصرف كل مره ان هو مصمم استاذ سعيد تماما. استاذ سعيد هخلي حضرتك تكمل، ولكن هل تعلم حضرتك ان ارقام، على فكره انا متفق مع حضرتك في هذا الامر في امور كثيره يعني، ولكن أنا يعني خلال الفترة السابقة إحنا اتكلمنا في هذا الأمر بشكل كبير جدا، ولكن صحيح وأنا متابع الأرقام جدا لحضرتك يا كابتن ولامس ده كويس. اتفضل. الأرقام يا فندم، الأرقام بتقول تمام إن حسين الشحات من أفضل خمس أجنحة في مصر. حلو جدا. إن لم يكن الأفضل، أنا بس عشان مش متذكر الأرقام تحديدا، ف لكن هل حضرتك برضو تعلم يا استاذ سعيد ان من طبعا داخل قناه النادي الاهلي بيتم انتقاد اللاعبين، ولكن انا القصه بالنسبه لي يا كابتن انا مارست النقد داخل قناه النادي الاهلي، مارست نقد مجلس اداره النادي الاهلي، وعشان كده انا بشوف ان النادي الاهلي هو المشروع والمكان الاكثر احترافيه اللي مؤهل ينقل الكره المصريه النقله اللي احنا نحسها. عشان كده انا لما بقارن بايرن ميونخ المنظومه اللي بتمارس النقد الذاتي، واللي جوارديولا اشتكى وقال ان اكتر حاجه كانت بترعبني في فريق بايرن هي مجله النادي، انا شايف ان النادي الاهلي وقناته ومجلته ومنظومته الاعلاميه هي اكثر منظومه في الشرق الاوسط وافريقيا قادره تطبق النموذج الاوروبي، نموذج بايرن ميونخ، نموذج النماذج الناجحه الكثيره. عشان كده انا شايف ومتاكد تماما ان حضرتك دلوقتي متقبل وجهه نظري. على فكره قد يكون حسين، انا مش هتكلم عن حسين، ولكن قد يكون حسين متقبل، ولكن انا لو لعيب يا استاذ سعيد، انا كنت في يوم من الايام مكان حسين. صحيح. لو انا اتكتب عليا، انا بقول لحضرتك اسلام بقى، لو اتكتب عليا عنوان بهذا الشكل انا هبقى متضايق جدا جدا من اكيد طبعا يا كابتن بصراحه، يعني احنا بنسعى من خلال ده انه يحرك حسين ويخلق حاله تركيز يعيده الى حسين الشحات. انا معاك في ده 100%. انا استاذنك عايز اوضح حاجه. اتفضل يا فندم. اتفضل الأرقام. بس على فكره انا عايز بس اقول لحضرتك يا استاذ سعيد ان صديقنا وزميلنا العزيز الاستاذ امير هشام معانا على الجانب الاخر برضو، لانه تحياتي طبعا انا اسمعه دلوقتي. يعني احب اسمعه انا امير صديق عزيز، وانا طبعًا يعني هو انا بحبه قد ايه. اتفضل. طيب. خليني اقول يا كابتن فيما يتعلق بالارقام، هل حضرتك تعلم ان وليد ازارو يمتلك اعلى نسبه تهديف
في تاريخ الاهلي، يعني عدد المباريات مقارنه بنسبه الاهداف المسجله واسهم فيها في اسيستات او حصول على ضربات جزاء اكثر من عماد متعب وفلافيو، وانا اجريت هذه المقارنه. بقول لك ايه، لا مفيش اكثر من عماد متعب بقى، يعني ما تزعلش مني. ايوه نسبه، لا نسبه التهديف يا كابتن، نسبه التهديف، نسبه التهديف، نسبه التهديف في عدد مباريات معين يعني. عدد المباريات مقارنه بعدد الاهداف نسبه تهديفي اعلى من عماد متعب من فلافيو. الوحيد اللي ما عرفتش اقارنه بيه كان كابتن حسام حسن، لان ارقامه قديمه شويه ما عنديش ارشيف ليها. لكن الارقام بتقول ان اسهامات او نسبه تهديف وليد ازارو اكثر من اهم مهاجمين في تاريخ الاهلي على الاقل الحديث. طيب مظبوط. رغم ده، رغم حسين الشحات كان او وليد ازارو كان بيلقى انتقادات غير عاديه وشرسه، وفي النهايه رحل. ليه؟ لان في النهايه منظومه الاهلي بتساعد ازارو انه يقدم الارقام دي، وبتساعد حسين الشحات انه يكون واحد من اهم خمسه. ده الطبيعي، اثنين جناحين في النادي الاهلي اهم منظومه في افريقيا والشرق الاوسط، فريق متكامل، بالتالي طبيعي جدا ان المهاجم بتاعه يبقى اعلى. انا ما عنديش مشكله يا استاذ سعيد في كل الكلام اللي حضرتك بتقوله ده على دماغي 100%. انا فاهم حضرتك طبعا، انا وصلت الفكره. الارقام نتاج منظومه مظبوط، وصلت الفكره. فانت حاجه اخيره، معلش انا اسف. اتفضل يا فندم. اتفضل. لا اتفضل. النهارده جبريل خيسوس ورحيم ستيرلينج على بعد، خلاص خيسوس رحل الى ارسنال، ستيرلينج قريب جدا من تشيلسي، والناس شايفه انهم عبء على منظومه جوارديولا، وجوارديولا بيحاول يطور بعناصر افضل، رغم ان ستيرلينج وخيسوس بيحتلوا المرتبه الثالثه والرابعه في الاكثر اسهاما في الاهداف في تاريخ مانشستر سيتي. تمام. يعني وصلت الفكره ان حضرتك عايز تقول ان الارقام مش كل حاجه، ولكن انا مع حضرتك على فكره. انا بس مش عايز المنظومة. انا مش عايزك طبعا طبعا، وانا عايز اقول تخدم. طبعا صحيح. انا بس مش عايز اقول لحضرتك ان انا ايه، انا مش عايز اتكلم بلسان حسين، ولكن قد يكون حسين نفسه عارف ان هناك بعض التراجع في مستواه ويحتاج الى هزه، علشان على فكره احنا قلنا كلام، وان شاء الله يكون لنا دور في ده كده. يا فندم انا اقسم بالله دور 100%، ولكن بعيدا عن هذا العنوان يا فندم، بعد اذنك يا استاذ سعيد، هذا العنوان هو عنوان زي ما حضرتك يعني، خلينا نوصفه او نوصفه بهذا الشكل، ان هذا العنوان هو عنوان حاد جدا، حاد جدا جدا جدا. وانا لو كنت مكان حسين، انا ما اعرفش حسين زعلان ولا لا، ولكن انا لو كنت مكان حسين انا كنت هزعل جدا جدا من هذا الموضوع. امير هشام كنت هزعل يا كابتن طبعا، كنت هزعل، بس كنت هراجع نفسي، لان دايما ما احبش اكون اكيد ضحية. بيراجع نفسه يا استاذ سعيد 100%. جوانب الكسور عندي. حاجه اخيره كابتن حابب اقولها برضو، هو الكتابه صخره فيها نوع من السخريه، بس هل في حد في مصر ما كانش بيستنى باسم يوسف عشان يضحك وهو بينتقد الجميع باسلوب ساخر؟ كلنا بنحب المادة الصخرة، لكن بنزعل منها في حالة واحدة بس. أيوة. لما تمس شخصنا أو بتمس الناس اللي احنا بنحبها أو بتمس عصر. خالص والله والله يا أستاذ سعيد، أنا بالنسبة لي أنت متقبل يا كابتن؟ لا مش متقبل، أنا مش متقبل جداً. العنوان ده والله بجد صدقني. العنوان ده بالنسبة لي أنا مش متقبله تماما تماما تماما، لأنه تمام. يعني قد يكون حسين اللي معرفش، أنا ما سألتوش، لكن انا متاكد 100% ان حسين كمان لا يتقبل مثل هذا الامر. لكن حضرتك ممكن تقول ايه؟ لا مش انا اللي هعدل عليك، لكن اقصد ان انا ممكن تقول ايه، ان اي حسين الشحات ما بيعرفش يرفع اوفر مثلا، خلاص. تمام. انا مش هقدر اتكلم ساعتها، لانه حاجه ابسط من كده شويه، ما بيعرفش مثلا اسلام الشاطر ما بيعرفش يجري، ما بيعرفش يخش يمين، ما بيعرفش يخش شمال، يعني نقدر ننتقد في الاداء الفني. بعد اذنك نسمع بس زميلنا العزيز وصديقنا أمير هشام، لأن حضرتك طبعا مقدم برنامج الترند في قناة النادي الأهلي. أمير، معانا الأستاذ سعيد علي على الجانب الآخر، ويعني هو الأستاذ سعيد بيقول أن حضرتك في حلقة امبارح اتكلمت ببعض الحدية برضو، بما أننا بنتكلم عن الحدة، فاتفضل يا أستاذ أمير. كابتن إسلام، تحياتي ليك في البداية طبعا، ولكل مشاهدينك ولكل متابعي قناة الأهلي في كل مكان، وتحياتي للزميل سعيد علي، وهو صديق يعني ليا بعتز بصداقته. لكن أنا بصراحة مش عارف هو زعلان من إيه، لكن اللي المفروض يزعل هو جمهور النادي الأهلي. أنا مش زعلان، الناس اللي هي ممتهنة مهنة الإعلام، لأن إحنا لما نيجي نتكلم على عنوان زي ده يا كابتن إسلام، عمر ما كان ده اللي احنا درسناه في الاعلام. انا واحد خريج اعلام، واكيد ناس كتير جدا عارفه الجوانب المهنيه المفترض ان احنا نتبعها في رسالتنا الاعلاميه. لكن لما يبقى يكون في عنوان يقول لك يا حسين الشحات كره الشوارع هتليق فيك، ده مش اعلام اطلاقا.
لما حد يقعد يتريق على حسين الشحات او ايا كان مين هو اللاعب، او حتى لو لعيب في اي نادي تاني، بالمناسبه احنا مش عشان الناس نتكلم عن النادي الاهلي، احنا بنتكلم بشكل عام ان في متن الخبر اللي اتكتب في موقع الكابتن ان لاعب المفروض محترف بياخد فلوس قد كده، ما ينفعش يقعد يهوش اللاعب اول لاعب وثاني لاعب ويقعد يهوشه لما لقاش حد يهوش نفسه، ده كلام غير مهني بالمره، وكلام اكيد ما حدش يقبله خالص. فلو سعيد زعلان، بالمناسبه انا كلمت سعيد بعد الحلقه امبارح لانه في علاقه ما بيني وما بينه، طبعا الراجل طبعا كان بيجي لي البرنامج القديم بتاعي، وكنت بدخله مدخلات في البرنامج بتاع الترند الحالي اللي موجود على قناه الاهلي، وانا بحترم جدا رؤيته الكرويه ونظرته التحليليه، لكن لما كلمته امبارح قال لي انت عندك حق يا امير، وقال لي انا فعلا الخبر ده عدى عليا بما اني مسؤول عن الموقع، فانا للاسف ما ركزتش، وفعلا انت عندك حق الاسلوب ما كانش كويس. لكن في نفس الوقت دورنا احنا كقناه النادي يا كابتن اسلام، وانت ادرى مننا بالكلام ده، ان لما يكون في هجوم باسلوب فج على لاعب لمجرد ممكن يكون في نيه من نوايا مثلا الاهانه للاعب او جانب من جوانب الكراهيه تجاه اللاعب، لا لازم يكون في وقفه طبعا. يعني ده امر لا يليق بالمره باسلوب مهني من المفترض ان هو يتبع في مختلف وسائل الاعلام سواء المرئيه او المسموعه او المقروءه. فدي انا شايف ان مفيش حاجه اصلا يعني تزعل سعيد، بالعكس المفروض احنا اللي نزعل، ومفروض جمهور لا انا مش زعلان يا امين، وهرد على علي. خلينا نسمع بعض عشان وهسيب حضرتك تتكلم يا استاذ سعيد. اتفضل. وحسين هو طبعا اللي يزعل، وفي نفس الوقت الكلام في المتن يا كابتن اسلام لو قريت متن الخبر الكلام حسسني ان حسين عمل جريمه في ماتش بتروجيت، او ان حسين جاله فرص كتير جدا وضيعها. طب ماشي، ممكن نقول ان حسين ما كانش موفق في بعض الفترات، ودي حاجه بتحصل لاغلب لعيبتك او لكل لعيبه الكوره، وانت كنت نجم كبير يا كابتن اسلام وعارف الكلام ده كويس جدا. ما فيش حد بيفضل في التوب فورم بتاعه، بيروح معدلات صعود، وساعات بيبقى في معدلات هبوط في مستواه، ده طبيعي جدا في الكوره. ممكن حسين ما يبقاش موفق في بعض الفترات، فان لو احنا مثلا عايزين ننتقد حسين، وده اللي المفروض يتبع بشكل طبيعي جدا، ننتقده بشكل يكون بناء، نساعد حسين في العوده للمستوى. مظبوط يا امين، بس انا عايز اسالك سؤال وانت تحديدا، لانه انا سمعتك يعني انا بسمعك دايما على طول الحقيقه، وكل جمهور النادي الاهلي بيسمعك. من حوالي اسبوع 10 ايام انت نفسك انتقدت حسين بطريقه لطيفه. واعتقد في الاستوديو التحليلي مش بتروجيت، اللي كان قبل بتروجيت، المباراه اللي كانت قبل بتروجيت سموحه، اعتقد ان هو برده كان هناك بعض الانتقاد للفريق بالكامل، وخصوصا كان حسين. وعلى فكره يعني حصل الانتقاد ده على الهواء مباشره يا استاذ سعيد، مش طبعا. مثلا صحيح. مش مثلا ان احنا بنعمل كده، لكن زي ما قلت لحضرتك احنا في الاخر سواء انا سواء امير سواء اساتذتنا الاستاذ عدلي القيعي والاستاذ ابراهيم المنيسي وكل المذيعين اللي موجودين في قناه النادي الاهلي متضايقين جدا وزعلانين جدا من هذا العنوان الفجأة يعني الصعب جدا الحاد جدا، انا هستعمل طريقتك، الحاد جدا 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 في حسين الشحات يا استاذ سعيد. كابتن اسلام ممكن بس اسمح لي قبل ما سعيد يكمل بس كلامه، مع احترامي يعني. نعم. احنا يا امير اتفضل. احنا في قناه الاهلي يا كابتن اسلام لو مثلا في لعيب وحش واحنا طلعنا نقول ان اللعيب ده حلو لمجرد ان احنا قناه الاهلي، فعمر من الناس هتتفرج او هتسمع القناه. لا لازم يكون في منطقيه في تحليل الماتشات، في تناول اداء اللاعبين وكلام من ده. انا عن نفسي ودي حاجه انا دايما مركز معاها، ان لازم اكون واضح ومنطقي مع المشاهد اللي بيتفرج عليا عشان يقتنع بكلامي. عشان كده كل جمهور النادي الاهلي بيتفرج عليك. بالظبط، لما يكون في لعيب زي مثلا حسين الشحات مش موفق بنطلع نقول طب هقول لك على حاجه، الشناوي قائد الاهلي واحد افضل الحراس في افريقيا، الشناوي الفتره الاخيره ما كانش موفق تمام، وبعد مباراه بيراميدز انا اول واحد طلعت في البرنامج عندنا في القناه كابتن اسلام قلت ان الشناوي بيمر باسوأ فتراته او مش موفق، وواثق ان الشناوي هيرجع بسرعه لان انا عارف ثقه الشناوي في نفسه وعارف شخصيته القياديه كويس ازاي يقدر يتعامل مع نفسه ويرجع نفسه لمستواه، لكن اقرنا بان الشناوي بعيد عن مستواه. لو احنا قلت ان الشناوي في مستواه يبقى احنا ناس غير منطقيه. برافو عليك، لو قلت كده يا امير يبقى خلاص، يبقى انت يعني ما تزعلش مني، انا اسف ان انت تقول هذا الكلام، انه نفسه محمد الشناوي نفسه عارف الكلام اللي حضرتك بتقوله ده. وعلى فكره اي لاعب كره في العالم كله
بيجي وقت بيبقى مستوى اقل. استاذ سعيد اسمعك لو حضرتك حابب ترد او تتكلم مع امير يعني. مفيش طبعا احنا مش عايزين رد واحنا في الاخر اصدقاء كلنا وعايزين نلم مع امير. العلاقه مع امير اكبر بكتير جدا من ان احنا نروح نسمع بعض يا امير لو سمحت. لا انا حابب بس اقول لامير حاجه. انا مش زعلان خالص طبعا يا امير، بالعكس خالص. انا متقبل لغتك ومتقبل طريقتك، حتى يعني بعض زمايلي اللي شافوها قالوا ان امير اكثر حده منك انت بطريقته، لكن مع ذلك انا متقبلها، لان انا فعليا بتقبل اي نوع من النقد، حتى لو البعض شافه حاد او زياده عن اللزوم او في سخريه. انا اتعلمت زي ما انت اتعلمت في الاعلام يا امير بعض الحاجات، انا اتعلمت ان انا اتقبل هذا النوع من النقد مهما بلغت لغته وشدته وحدته. لكن انا عايز اقوله لامير الاخ والصديق قبل ما يكون بيختلف معايا دلوقتي في الفكره، ايهما اكثر جرما؟ ان سعيد علي او شخص ما تين بيتهم حسين الشحات انه لاعب شوارع او انه اسلوبه فنيا في مشاكل، ولا ان اعلامي صاد مش مهم امير هشام ولا مين يتهم زميل بانه بيمارس الحقد والكراهيه ويتهمه بدون دليل انه حاول يتصل بيه فما ردش عليه باين فاضطر يعمل ده؟ انا اقسم لك واقسم للجميع ان ولا مره حاولت اتواصل مع كابتن حسين الشحات، ولا ده كان اسلوبي في اي مره من المرات، واني بكتب باحساسي فقط. ربما اللغه بتكون حاده لان دي مشاعري في اللحظه دي. عشان كده يا امير لما قلت لك معاك حق ممكن اكون حاد، انا فعلا ما بوقفش قدام الكلام كتير، بنقل احساسي اللي حاسه بصدق في اللحظه اللي اتكتب فيها الكلام ده. لكن وجهه نظري تماما لا تستهدف شخصنا، لا تستهدف تقليد، تمام لا تستهدف شيء غير ان انا انقل احساسي اللي حسيته للكاتب. وانا عايز اقول حاجه اخيره، لو انا بمارس الكراهيه بالكلام ده كابتن اسلام، في ملايين من جمهور الاهلي متفقين وبيقولوا اكتر من اللي انا بقوله. لا يا فندم ما عندناش مشكله على فكره، ما هو حضرتك دي النقطه يا استاذ سعيد، هي دي النقطه يا فندم، ان احنا ما عندناش مشكله في النقد، ولكن صحيح. انا بقول لحضرتك انا نفسي يا فندم، انا كنت لعيب كوره وحضرتك كنت بتكتب، يعني ممكن انت اصغر شويه، لكن كان في ناس برضو بتكتب عليا. استاذ جمال الزهيري اللي هيكون معانا بعد قليل، استاذ جمال كان بيكتب عليا، كان ساعات يقول اسلام وحش، اسلام كذا، اسلام النهارده في كذا النهارده، ده طبيعي يا فندم. لكن هي المشكله بالنسبه، اعتقد انا مش هتكلم عن امير وهو معانا، ولكن اعتقد ان لان انا ده زعلني انا نفسي يا فندم كجمهور بقى الاهلي، مش كاسلام المذيع واسلام الاعلامي والكلام ده، لا لا لا، كجمهور النادي الاهلي انا زعلت على الرغم من ان انا ممكن اكون مع حضرتك في جزء كبير جدا، ان حسين نفسه عارف هذا الكلام ان هو متراجع خلال هذه الفتره، وبالتالي كلنا اقرنا بالامر ده، ولكن العنوان نفسه يا فندم لا يليق. دي وجهه نظري، واعتقد ان ده كلام امير اللي بيقوله. اتفضل امير، يعني انا مش هتكلم بالنيابه عنك يعني. طيب كابتن اسلام، يعني بس برضو عشان اوضح كام نقطه يا جماعه. انا اول ما قلتش حقد، انا قلت فيه نوع من انواع الكراهيه ممكن تكون نابعه من كاتب هذا الخبر، ممكن احنا كلنا بني ادمين، لكن ما اقرتش او يعني ما اجزمتش بكده. تاني حاجه، ودي حاجه المفروض سعيد طبعا عارفها كويس جدا، ان في فرق يا جماعه ما بين الجمهور العادي بالظبط والاعلام. الاعلام بيوصل رساله، والاعلام ممكن ياثر بوجهه نظره على الجمهور، والاعلام اسلوبه ممكن ياثر على الجمهور بشكل يكون كويس، وممكن ياثر على الجمهور بشكل يكون سلبي غير مقبول. نعم. فبالتالي انا من وجهه نظري الزميل العزيز اللي انا بقدره وبحترمه جدا اللي كتب الخبر ده عن سعيد علي، انا ما اعرفش والله مين هو ده الصحفي المحترم اللي كتب كده، لكن في نفس الوقت انا بقول ان ده اسلوب غير اعلامي وغير مهني بالمره، وما اعتقدش. ما هو خلاص الاستاذ سعيد برضو اتفق معاك في هذا الامر ان هو، لكن انا بقول له ان ما فيش فرق، بقول له ان في فرق ما بين الجمهور والاعلام. هو بيقول لو انت، احنا يا جماعه هنبقى جماهير تمام، خلاص نكتب اللي احنا عايزينه على السوشيال ميديا ونكتب اللي احنا عايزينه بالاسلوب اللي احنا. طب ما احنا مش عايزينك بقى تكتب حاجه على السوشيال ميديا يا امير اليومين دول، ولا انت يا استاذ سعيد بعد اذنك، عشان ايه؟ احنا في الاخر يهمنا حسين الشحات نجم كبير يا استاذ سعيد. صحيح. وطبعا امير انا مش لانه امير زميلنا، فبالتالي هيقول نفس هذا الكلام، انه ان حسين الشحات نجم كبير جدا ونفسنا وعليه شعبيه كبيره، ممكن جدا الناس تكون زعلانه منه في جزء او في وقت معين، لكن في النهايه يا فندم هو لعيب كويس جدا. صحيح. جدا جدا، ويستحق مننا كل الاحترام وكل التقدير. وبما ان حضرتك يعني ما اعرفش هل ده، احب اقول رساله للكابتن حسين. كابتن والاساتذتي في قناه الاهلي، اتفضل. يعني انا اتمنى كابتن حسين ان يعني انا بدايه يعني اعتذر لو
الاسلوب كان جارح في بعض النقاط. شكرا جزيلا يا استاذ سعيد. عايزك تتاكد تماما ان سعيد علي اللي كتب ده بيامل ويتمنى ويتعشم اكتر من كل الدوائر اللي انت ممكن تعتقد حواليك داعمه ليك انه يشوفك في النسخه الافضل منك. أنا قدمت كتابات كتيره جدا جدا، يمكن ربما انا كنت حتى متطرف في الاشاده بيك. يعني انا لما كتبت عنك بنفس احساسي وانا بشيد بيك اتهمت بان انا بطبل لك او بمارس حاجات من كده، برضو التيار الثاني شافني كده. لكن نعم. انا عايز اقول لك ان الموضوع بعيد تماما عن شخصنا يا كابتن، واتمنى ان هو يكون حرك فيك بعض الحاجات وان انا اشوفك في نسخه افضل واشوفك في منتخب. هو ده مبتغانا دايما يا استاذ سعيد. طبعا. هو ده مبتغانا. واحب يا كابتن اسلام برضو يعني يهمني جدا حضرتك وزملائي فريق الاعداد واساتذتي في قناه النادي الاهلي. طبعا حاجه ما تبسطنيش خالص ان الاستاذ عادل الصيعي والاستاذ ابراهيم المنيزي وهم يعني اساتذه كبار طوال الوقت احنا بننتظر نتعلم منهم. طبعا زي انهم يكونوا زعلانين مني فانا لا بتقدم لهم. لا يكفي اعتذارك واحترامك ده شيء محترم جدا. انهم فوق راسي وانا طول الوقت حريص ان انا اتواصل معهم او اتعلم منهم. طبعا. او انهم يكونوا شايفيني بالصوره اللي انا احب اكون بيها ان شاء الله. انا اللي بشكرك يا استاذ سعيد. امير لو عايز تقول حاجه. طبعا انا عايز احيي سعيد على اعتذاره بصراحه ودي حاجه تحسب له. تحسب لك انت كمان بالمناسبه لان انت اللي اتكلمت في هذا الامر. يعني طبعا احنا النهارده بنكمل شغل امير لان امير هو اللي اتكلم في هذا الامر امبارح الحقيقه. كلنا كابتن طبعا بنكمل شغل بعض في قناه النادي ودي حاجه احنا بنتشرف بيها جدا. طبعا انا بحيي سعيد على اعتذاره دي حاجه طبعا تحسب له. ومفيش حد برضو دي حاجه انا عايز اكد عليها، مفيش حد فوق النقد يا جماعه، كلنا بالزبط. قابلين للنقد طالما ارتضينا بالعمل ان احنا نشتغل في العمل العام، ده طبيعي جدا. لكن في فرق ما بين التجريح وما بين النقد بس. فان شاء الله باذن الله اتمنى الاحسين. عندك حلقه بكره ولا ايه؟ لا بكره ان شاء الله هيكون زميلي محمد سعيد. محمد ماشي واحد يعني مفيش مشكله. اشكرك يا امير على وجودك معانا. شكرا جزيلا زميلنا وصديقنا العزيز امير هشام.